مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيد مبارك وسعيد للجميع. بالنسبة لأحوال الطقس المرتقبة ليوم الغد بإذن الله، إذا مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر، تراجع نوعا ما لدرجة الحرارة نحو السواحل. المناطق الداخلية ستصبح الأجواء بها شبه رعدية، وهذا ابتداء من الظهيرة، قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية. أجواء مغشاة ستميز الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء، السحب ستتحول إلى سحب رعدية ابتداء من الظهيرة، قد تكون مرفوقة بأمطار محلية خاصة بالثورة. أجواء شبه رعدية أيضا بأقصى الجنوب لغاية منطقتي الهوغار وتاسيلي، هنا أيضا احتمال لبعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة، بينما سوف تم بالصحراء الوسطى إلى غاية الجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة على المناطق الشمالية، لن تتعدى 28 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، بينما ستصل إلى 30 أحيانا 32 درجة بشمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد بإذن الله إذن ستعرف تراجع طفيف نحو المناطق الساحلية بالخصوص الوسطى، مقيس ما بين 31 إلى 33 درجة فقط، بينما تبقى مرتفعة بكل المناطق الداخلية، 39 درجة بتيزي وزو والبويرة، 38 درجة بباتنا، تصل إلى 41 درجة بغليزان معسكر وسيدي بالعباس، جنوبا 38 درجة بمرتفعات ثمن راس، بينما تتراوح ما بين 40 إلى 45 درجة بالجنوب الشرقي لغاية شمال الصحراء، وترتفع أكثر نحو الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب لتقارب محليا 47 درجة تحت الظل. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب على كل السواحل، الرياح ستكون ضعيفة بسواحل الغربية والشرقية ثم تصبح معتدلة بسواحل الوسطى ضمن تيارات غربية جنوبية غربية تدور إلى شمالية شرقية نحو سواحل الشرقية. هذا بالنسبة ليوم الغد، أما بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، طيلة الفترة الممتدة ما بين يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد، الأجواء ستبقى مشمسة وصيفية مع ضباب محلي خلال صباح الباكر بالسواحل، ستتشكل خلايا رعدية ابتداء من كل ظهيرة على كل المرتفعات الداخلية، الرياح ستكون قوية نسبيا على المناطق الوسطى والغربية، صفاء تام على الجنوب الغربي شمال الصحراء والجنوب الشرقي مع هبوب رياح قوية نسبيا، بينما تبقى خلايا رعدية موسمية تنشط بأقصى الجنوب لغاية وسط الصحراء ومرتفعات الهوغار وتاسيلي، احتمال لأمطار محلية، درجة الحرارة تبقى مرتفعة على العموم. عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و 32 دقيقة، والغروب على 8 مساء و 10 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.